أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج طيارة. الأهلي يحقق الثلاثية ويصل إلى العالمية بعد اكتساح كل منافسيه في جميع النهائيات. الأهلي يحصل على الثلاثية التاريخية ويصل إلى كأس العالم عن جدارة. طيب يا سيدي، ماذا لو فاز الأهلي بكأس العالم؟ هتقول عليا مجنون، هتقول عليا ما بفهمش، هتقول عليا اللي تقوله. لكن تعالى هنا أقول لك على حاجات مهمة جدا في قلب الحلقة دي. وقبل ما تكمل الحلقة، انزل دوس لايك وسبسكرايب واعمل لي فولو على انستجرام واعمل لي شير على فيسبوك. يلا بينا. اهلا بكم مرة تانية. ماذا لو فاز الاهلي بكأس العالم؟ في الانجازات المحققة هيضرب ارقام قياسية في جميع الجهات، هيحقق كل الألقاب اللي موجود فيها. ده هياخدنا للسؤال التاني، ليه الأهلي كده؟ ليه الأهلي من زمان لو حط رجله على طريق الانتصارات فعلا بيكسب؟ أول حاجة، لأن الأهلي لما بيكسب بطولة أو خلص ماتش بعد صفارة الحكم تماما، الصفحة دي بتتقفل وبيبص لهدف جديد، وده اللي مخلي كل جماهير الأهلي متعطشة للبطولات حتى بعد الفوز بأكبر الألقاب الممكنة. ماذا لو حقق الاهلي كاس العالم؟ طبعا انت دلوقتي هتقول لي ازاي كاس العالم؟ ازاي والاهلي هيقابل فرق طالعه من بلادها ابطال وشايله كاس القاره بتاعتها؟ هنقابل فرق قويه جدا، وطبعا كل ده كوم. وهتقول لي دلوقتي ممكن في اي لحظه القرعه توقعه مع بايرن ميونخ بطل دوري ابطال اوروبا. كل ده بقى حاجه، والفكره بتاعت النادي الاهلي حاجه تانية. انت مش بتلعب قصاد نادي كبير، انت بتلعب قصاد اكبر نادي في افريقيا واحد اعرق الاندية في العالم، احد اعرق الاندية الفائزة باكبر البطولات في العالم. والاهلي حاليا ترقيمه الثاني بعد ريال مدريد في الفوز بالالقاب القارية. دي حاجة مش سهلة، ودي حاجة مستحيل اي نادي يحققها. لازم يكون في مبادئ وفي اولويات وفي سيستم ماشي بيه كل النادي. ده اللي بيخلي الاهلي نادي كبير، وده اللي بيخلينا نقول ان الاهلي في اي لحظة ممكن يكسب كاس العالم. وبعد فوز الاهلي بالثلاثية التاريخية ده بيأهله انه في اي لحظة هيروح لكاس العالم. انا متأكد انه حقق انجاز تاريخي. ليه بقى؟ لان انت يعتبر اقوى نادي رايح بعد بايرن ميونخ. دي حاجة انا متأكد منها. هتقولي في فرق طالعة من كوبا امريكا، وفي فرق طالعة من بطل اسيا اللي لسه متحددش، وفي فرق طالعة من بلاد مختلفة قوية جدا. دي انا معاك فيها، لكن الفرق دي مش معروفة عالميا نوعا ما، لكن الاهلي معروف عالميا وليه قاعدة جماهيرية في العالم كله. ومع ذلك في صعوبات الاهلي هيواجهها. الصعوبات هي ايه؟ اول حاجة الامل. الامل هو اللي خلى ليستر سيتي يفوز باول مرة في تاريخه في الدوري بعد صعوده بسنتين بس من دوري الدرجة التانية. الامل هو اللي خلى جيمي فاردي كل سنة بيسجل اهداف واهداف واهداف بظل ان فريقه مش عارف يوصل حتى لدوري ابطال اوروبا كل سنة. الامل اللي خلى فرق كتير قوي توصل للعالمية وهي لسه بتبدأ كانها. الامل اللي خلى ليفربول يرجع بعد خسارته فاينل دوري ابطال اوروبا قدام ريال مدريد ويحقق السنه اللي بعديها كل الالقاب الممكنه، من كاس عالم لدوري ابطال اوروبا لدوري انجليزي، لكل حاجه حرفيا. الامل هو اللي بيخلي اي فريق لسه صاعد عنده نجوم بسيطه انه يعمل اي حاجه ممكنه. الكوره مش سهله، الكوره فيها تكتيك وفن، لكن برضه ما تنساش ان فيها امل وعزيمه. انا واثق تماما ان الاهلي هيوصل لكاس العالم وهيقدر يحقق انجاز تاريخي. دي بقى حاجة. والحاجة التانية بقى هي ايه؟ ده افادة لمصر كتوتال. اوعاك تكون فاكر ان الاهلي كده لما يوصل ويعمل انجازات ان شاء الله ويحقق حاجات مهمة ويوصل لمرحلة مهمة في كاس العالم للاندية، ان ده مش شرف لينا. ده شرف لاي مصري، زملكاوي، اهلاوي، اسماعيلاوي، بيشجع المصري، بيشجع الاتحاد، بيشجع اي فريق مصري. اول حاجة دي هتعلي من قيمتنا، تاني حاجة دي هتعلي من القيمة التسويقية للعبتنا، تالت حاجة هتخلي كل الدوريات تبص ان في بلد طالعة بالقوة دي قدرت تعمل انجازات رهيبة في وقت قصير وفي ظل ان يعتبر ما عندهاش نجوم قوية جدا. دي حاجة. والحاجة التانية هتزود من منتخبنا، والحاجة التالتة هتزود من احتراف لعبتنا. بعدين بعد احتراف محمد صلاح
زي ما انتوا شايفين ومتأكدين ان في لعيبة مصرية كتيرة قدرت ان هي تحترف عن طريق محمد صلاح، عن طريق الانجاز اللي حققه محمد صلاح تتابعا بالنني والمحمدي وتريزيجيه، وان شاء الله هيكتروا. دي رسالة امل لكل مصري، لكل واحد هيشجع الاهلي، ولكل واحد فكر ان الحلم لسه مخلص، الحلم لسه قدامه كتير قوي، الحلم لسه عليه كتير قوي، الحلم لسه هيتحقق، الحلم لسه قدامه شوية. الحلم والامل محتاج كفاح، والكفاح محتاج عزيمة وصبر. لازم الاهلي يوصل لنهائي كاس العالم على الاقل، دي طموحات اي اهلاوي، دي طموحات اي مصري بيشجع نادي مصري وصل للعالميه، دي طموحات اي حد بيحلم يشوف ماتش عريق للاهلي قدام بايرن ميونخ. وان شاء الله احنا مش اقل من اشبيليه اللي احرج بايرن ميونخ في نهائي السوبر الاوروبي، احنا مش اقل من اي فريق يقدر يوصل لنهائي كاس العالم ويقدر يعمل انجازات تاريخيه. دي تذكره لحسين الشحات اللي عملته قدام ريال مدريد، واي نعم خسرت 4-1، ده يأكد لك ان انت تقدر تعمل حاجة بعديها بسنتين بس وتقدر توصل لنهائي كاس العالم، بس المرة دي مع الاهلي. ان شاء الله تفوزوا بالبطولة، وان شاء الله الاهلي يقدر يرفع بطولة كاس العالم والشعار يتزين بقميصه. والله الشعار يتزين بقميصه، اي شعار يتحط على قميص النادي الاهلي فهو شرف للشعار ده، اي شعار يتحط على قميص النادي الاهلي ده شرف ليه مش شرف للنادي الاهلي. اي حد بيشجع النادي الاهلي يتشرف بالعظمة اللي بتحصل، وبالتكتيك اللي بيحصل، وبالاسلوب اللي بيحصل، وبطريقة التعامل مع النجوم اللي بتحصل، وطريقة التعامل مع الاعلام اللي بتحصل، وطريقة القيادة الحكيمة من اول راس النادي لحد اصغر واحد ولحد اصغر مسؤول في النادي الاهلي. وتحية خاصة لعم حارس اللي اداؤه كان رائع بعد فوز الاهلي ببطولة كاس مصر. كل ده ما فرقش معايا، والراجل ده هو اللي بيمثل يعني ايه اهلي، هو اللي بيعبر يعني ايه اهلي، هو اللي بيعبر يعني ايه عراقة تاريخية وعراقة افريقية وعراقة عالمية. ده اللي انا كنت عايز اقوله في الحلقة دي. بعد كل الكلام ده ما اظنش ان انت هتقول عليا مجنون، ما اظنش ان انت بعد ما سمعت رسائل الامل دي كلها والامثله اللي انا قلتها لك ان انت هتقول ان الاهلي ممكن في اي لحظه ما يحققش كاس العالم، وساعتها مش هتقول عليا مجنون. وبس كده يا سيدي، ده كل اللي انا كنت عايز اقوله. وفي النهايه كان معكم كريم عوض من برنامج طياره. لو عجبتك الحلقه دي ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وفولو، وتتفرج على الحلقات اللي فاتت، وتابعنا على فيسبوك وتابعنا على انستجرام، وبس كده. سلام.